سأرى رأي كويسي، هل مقاسات هارون أجمل أم عباسي أم دوب في مباراة كانت مثيرة بملعب أول نوفمبر أمام اتحاد العاصمة؟ نتابع سويا. راحوا أو بالحملاوي يرفعوا الهدف، والهدف الأول من دوب، هدف رائع وجميل جدا من دوب. مقاسية نصف مقاسية، يباغت مزاير خلاه واقف يسجل الهدف الأول لفائدة شبيبة القبائل بعد توزيعة جميلة وذكية من حملاوي. يفتح شبيبة القبائل باب التسجيل في الدقيقة 15 من الشوط الأول. نشوف نصف مقاسية كما جاءت الكرة دون انتظار بعد هذه التوزيعة من حملاوي. طوب مباشرة يحولها لشباك مزاير مسجلا الهدف الأول لشبيبة القبائل أمام فرحة عارمة في المدرجات للأنصار. بن دحمان قوية منه، وخرج طوب ومزاير ينقذ الموقف. مزاير أمام طوب يفوت عليه فرصة تسجيل الهدف الثاني. بلقايد طوب عباسي قوية، وتدخل مزاير يرفع الكرة. كاد الكرة هذه تشكل خطورة على الحارس رحم معوش غول، وصلاح الدين الحارس الثاني يدرب الفريق نور الدين السعدي. وأول محاولة من عباسي، والهدف الثاني. الهدف الثاني من عباسي مباشرة بعد بداية الشوط الثاني، أقل من دقيقة من بداية الشوط الثاني عباسي يضيف هدف ثاني بعد توزيعة على طبق من طوب. وفرحة أنصار شبيبة القبائل بهذا الهدف الثاني المسجل بداية من الشوط الثاني عن طريق اللاعب عباسي. عباسي شوف التصويبة والفتحة على طبق من طوب مباشرة لعباسي دون انتظار. كما جاءت الكرة يصوب مباشرة في شباك مزاير بعد تهاون في دفاع اتحاد العاصمة. حدود قاعد يتفرج على عباسي لتوغل في وسط الدفاع، يتمكن من مباراة مزاير للمرة الثانية مسجلا الهدف الثاني. يلا سكريني الأفضل. لا في زوج يعني لاباس بهم، ولكن هذا ماشي كوتسيزو باه نتفاهموا، هذا سي دومي فولي. مصطفى هكذا ولا راني غلط؟ تاع بين هارون ودفاع هارون دومي فولي، هذا دومي فولي. المهم مقارنة اجمل دوب عباسي هارون، يعني دوب رقم واحد، رقم اثنين عباسي، رقم ثلاثة هارون. مصطفى لا انا نظن باللي دوب وعباسي، لا دوب وعباسي فرق، ولكن مع هارون أجمل هارون. هارون نظن تاع الدوب. يلا دوب علاش دوب؟ علاش دوب؟ تفوق علاش دوب؟ دوب كان